بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أرنا من ينفعنا حقا وانفعنا نتبع الحق وأيضا الحق ويسر لنا أمرنا حتى لا يرضى عنا الشيطان وتسخط علينا، فلا رحمة عند الشيطان وأنت الرحمن الرحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. ما في نفس الآية، وقال الذين اتبعوا أي أسخط الجماعات ومن التابعين يخلي يا رب تتكلمي وما خلي كلام تسمع شو يجي انت دول اذا انا بس اللي سوها شام تكلمها تقود الدنيا سلسة قودك بالطمع قودك بالتهديد قودك بالحرمان قودك يخلي يا رب شو انت في خير المتحياتي تنجي يا رب نفسك. لهذا يمعنا لكم يا أتباع أسيادكم من الذين هم ليسوا بأسياد بل أبناء وأشهر الناس. هل الكلاب السياسيين عندهم الدبلوماسيين وأشهر رجال الأعمال وكذا من أسخط المخلوق راقي في الجري والمتاع متاع أمنا السيادة مش مزين وما يقول الميكانيك وبعد ذات مالا العشاء خارسون الطال مش يجب لكن يا أصحاب الأموال بيجيوا يسلموا في بلادنا يا ناس هو هذه المناسبة دي أعرف يا رب جبت أليف ماء الحرام مجرد في الحرام وفي مقام النبي عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سعته أو به النهر أو لا أن يكون في النهر وكل شمع الوزراء في كل مكان تم يبقى يا هو المجرم هو مجرم موجود كما تو في السعودية لا سعودية فيك ايش جبت علينا واحد خبط وصل للوزير يسمع الرأي نفسه مش هنا فقنا ويسخر منا وين السعودية يا راي ما نحرف عليها كل خير ترسوه اضرب خلص والاجرام واضح يعطر اخي حروف من السماء تعطل عقلك سد ذوقك شو الحكايه دي انت ولا شؤم على الحكومه اللي انت فيها متخيش وشؤم في الرؤساء بشبع عامه الا من رحم ربي بالله شؤمي لا تتصوروا في المال الهكم تابعين النجيبه وامتاز نجيبه يقول عليه وبدي اسماء اخرى وبدولات اخرى وبسعوديات اخرى يعني كل الناس في الهواء سواء لكن حكم بالكم انتم في بالكم بالدنيا اليوم اذا بيسالوا بالدنيا اليوم اذا كان ما ترفعوش عن طريق الاعازات الاخويه ولا بها التزريع لكن التزريع اللي مش مني من العذاب المقيم بعد حساب حين ما فيش حساب ما يمش اجرى عن الدولين تعال اجرى عليك ربما رجل فيك من كنت مأشر من الكلاب رأي ربما تكتشف وتحس بالكون المطلع شفية مش فيه كل كلاب ولا أشر من الكلاب وعنا بشر وعنا من أصحاب الحق وأصحاب برنامج سياسي وأصحاب جماعة وأصحاب كذا يعني يا ناس رأي وصد من توخي خذوا قولوا قولوا ولكن استخدموا منها العبرة الإمام عاد من المسائي فإنك تنتصر إلى الرحمن وتقول يا رب يكبر عليها لأنه ما فائدة لا غير ابن ما تمشي به ديوان هذا هو اللي مطلوب احنا هذا مطلوبنا فإن أبيتم إلا التنطع ولم عيس ولم طاول فالخسارة عليكم لأنكم أحدث الحمقى نسأل الله السلامة.